صافي واجدين. واجدين. السلام عليكم. علي معكم علي الزبير اللي كينظم هذه الندوه الفكريه اللي كان تشرف عليها وكتنظمها الهيئه الوطنيه لأطر كفاءات مغاربة العالم. هذه الهيئة هذه اللي هي جديدة العهد وهي أسسناها من خلال واحد ثلاثة ديال الأشهر وهي اللي كتشرف وكتنظم هذه الندوة الفكرية اللي كتجي في سياقات مختلفة، سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية. الكل يعلم بأن العالم بأسره كانت عنده مشكلة ديال كورونا وكانت يعني تباعد وكانت أزمات يعني كبيرة اللي جعل مغاربة العالم في هذه الفترة كاملة ديال كورونا ما يحاولوش يدخلوا البلاد ويديروا مجموعة ديال الندوات فكرية باش يعبروا عن الآراء ديالهم والتطلعات والمشاكل. فزيد عن ذلك صاحب الجلالة أعزه الله الخطاب الأخير ديال 20 أغسطس 2022 اللي أعطى فيه واحد حصة الأسد مغاربة العالم تقريبا أكثر من 60%، وبين شنا هي الارتسامات ديالهم، شنا هي المشاكل ديالهم، شنا هي الانتظارات، شنو قدمنا لهم، شنو ما قدمنا لهمش. فاحنا جينا هنا أولا باش نشرحوا ونحاولوا ما أمكن نديروا واحد التحليل لهذا الخطاب السامي ديال صاحب الجلالة، لأن كنلاحظوا بأن هناك إقبار من طرف يعني الحياة السياسية وخاصة حكومة السيد عزيز أخنوش، لأن لحد الآن مازال ما فهمنا حتى التوجه ديالها في مجال الهجرة وفي مجال مغاربة العالم. وحنا كنعرفوا بأن التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة اللي تعطات في هذا الأمر، ولكن كاين هناك إقبار في هذا الأمر. هذه من جهة. جهة ثانية كتعرفوا بأن المخرجات ديال برنامج التنموي الجديد ديال السيد رئيس اللجنة شكيب بن موسى اللي أعطى حتى هو المخرجات ديالو واعتبرنا كقنطرة. ما كاين حتى مشكل، حنا قنطرة، ولكن مغاربة العالم هم يعني كفاءات اقتصادية واجتماعية واقتصادية، هم ليماج ديال المغرب على برا، هما اللي راهم هازين الراية. وهذا ما كيعنيش بأن خوتنا داخل البلد أنهم ماشي حتى هما، ولكن الكل يعرف بأن المنتخب المغربي الحمد لله أن لا كوب دي موند اللي دارت في قطر مغاربة العالم راهم عطاو واحد الشأن كبير لهذه الدولة هذه وهذه المملكة المغربية. فمغاربة العالم هم واحد الفئة كبيرة كما قال صاحب الجلالة، أكثر من 5 مليون وآلاف الألوفات ديال مغاربة اليهود بالخارج. فنحن هنا داخل هذه الهيئة الوطنية لأطر كفاءات المغرب جينا باش نحاولوا ما يمكن مع الإخوان ديالنا المفكرين والأساتذة الأكاديميين باش نطرحوا مجموعة ديال الأسئلة ومجموعة ديال الأفكار وباش نخرجوا بمجموعة ديال التوصيات اللي غادي نمدوها يعني الحكومة والبرنامج بشقيه وكذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. هنا اليوم حاضرين لمناقشة الأمور التي تهتم بمغاربة العالم. نعلم بأن المملكة المغربية أو جلالة الملك محمد السادس كان دائما حريصا على إدماج مغاربة العالم، إدماجهم في تنمية المملكة، إدماجهم في كل الأمور المتعلقة بالمملكة. الدستور المغربي يتحدث في 5 فصول عن مغاربة العالم. طبعا تحدث الدستور عنهم لحد الآن هناك مشكل في إدماجهم. نعلم بأن ما زلنا نصب إلى يعني تمثيلية مشرفة، تمثيلية تليق بمستوى ما يقدمه مغاربة العالم للمغرب، تمثيلية في المؤسسات والهيئات المنتخبة وكذلك في هيئات الحكامة. نلاحظ مؤخرا بأن يعني عينة وطبيعة المهاجرين المغاربة لم تعد مثل الجيل الأول. الآن لدينا هجرة أدمغة، هجرة أشخاص يعني تركوا بصمة مهمة جدا في على الصعيد العالمي، إنجازات تتحقق على الصعيد العلمي، على الصعيد الطبي، على الصعيد الرياضي. كل ذلك غير تمثلات المجتمع المغربي حول المهاجرين، حول مغاربة العالم. كل ذلك يعني هو يسير في اتجاه إيجابي لكي تصبح مشاركة مغاربة العالم في كل شؤون المملكة أكثر وأكثر أهمية. نتمنى أن يتحقق ذلك في قريب العاجل. على أي حال الظروف مواتية الآن، كل شيء مناسب لإدماجهم إدماجا حقيقيا، ونحن هنا لمناقشة كل ما يتعلق بهذا الأمر وكيفية الوصول إلى ما نتمناه من إدماج حقيقي وفاعل وفعال لمغاربة العالم. وفي هذا الإطار كي نخدم مع الدول العربية والدول الأوروبية وأمريكا وكندا والمغرب بصفة خاصة بارتيكولي مع وزارة الفلاحة، لأننا حنا كان في دون لو كادر ديال السيكوريتي سانيتير
بحال اللي قلتوا ليكيفالون ديال لونسا هنايا، انا المدير ديال لانسيس لهيه، لانسيس لابوراتوار دو ريشيرش. اي دونك عندنا واحد العلاقات ديال التبادل ديال الاطور اللي كيجيو من هنا كيجيو عندنا، وحنا كنجيو حتى حنا لهنا في الاطار ديال لي زوديت. اي باغيور عندنا كان سكرتير جينيرال لواحد الفيدراليه ديال المغاربه، ديال لي اسوسياسيون جمعيات مغاربه، اللي الدور ديالنا كنعاونوهم في كل شيء، العلاقات اللي عندهم، المشاكل اللي كاين عندهم في مع لي كوليكتيفيتي لوكال، العماله، لاميري، في المشاكل ديال الخدمه، ديال السكنه، لي غولاسيون اللي تكون عندهم مشاكل مع القنصليه، لا بغاو شي دوك الناس اللي تقاعدوا بغي يدخلوا، كيفاش نعاونوهم في القيادات، المشاكل الاداريه ديال باش يدخلوا لهنا، التقاعد ديالهم، اللي كيبغي يدخل شي يدير شي مشروع هنايا، عندنا دي فورماسيون اللي كنديروها لهم تما كاينه سبيسيفيك، كيفاش يدير ان بيزنس بلون، اشنو هو ليدي ديالو، واش مزيان ولا ما مزيانش، اشنو هما لي ستركتور اللي كاينين هنا في المغرب اللي يقدروا يعاونوه باش يدير ذاك النمو والديفلوبمون ديال البلاد ديالنا، من اللي جايين، اللي جايين من الهي اللي تكون عندهم مشاكل ما عارفينش القوانين لا ديال هنايا، وبعض الخطرات هي للاسف حتى ديال اللي ما عارفينهمش.